تصل لمحمد عياش، كرة ملعوبة توصل للأمام وكرة تتخلص والكرة في الهدف الأول. الهدف الأول لمنتخب طاجيكستان من نفس اللاعب اللي صوب في الكرة الماضية، أومر بيوف، لاعب اللي صوب تصويبة أولى والتصويبة الثانية تذهب للشباك لهدف أول لمنتخب طاجيكستان. هذه الكرة وهذه تفويت الكرة الماضية وكرة توصل للشباك لهدف أول لمصلحة منتخب طاجيكستان. هدف أول في الدقائق الأولى، 9 دقائق فقط ليعلن المنتخب التاجيكي، منتخب طاجيكستان يسجل أول أهداف. كرة توصل في وسط الملعب، منقولة لعلاء الصاصي، يا سلام يا علاء، يا سلام يا الصاصي، واحدة كرة لليمن ممكن التسديد والكرة ملعوبة من جهة اليمين والكرة عندي جول 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 جول. لاعبين المنتخب اليمني هنا لمسة رائعة جدا، علاء الصاصي خذها باليسار، مر تقدم لعبها لأحمد عبد الله وبالتالي كرة بتمر للهدف الأول لمنتخب اليمن. الأحمر الياباني إذا يسجل هدف التعادل، هذا علاء الصاصي، لمسة رائعة جدا لمصلحة منتخب اليمن وبالتالي عودة جميلة جدا قبل نهاية الشوط الأول، كرة بتمر وتصطد في خط دفاع منتخب طاجيكستان وعودة جميلة جدا لمنتخب اليمن بانتصار بإذن الله في هذا اللقاء وأن يكسب 3 نقاط في هذه المباراة. أحمد عبد الله عرضية رائعة جدا، كرة بتمر قوية جدا، كسب 3 نقاط من أجل أيضا فرحة للجماهير اليمنية اللي تتابع هذا اللقاء. عبد الواسع يحاول يمر ويعدي ويعرض ولكن كرة بتمر خطيرة على الصاصية. هدف لهذه الجماهير التي كانت تطالب بعلاء الصاصي، ظهر علاء الصاصي في الوقت الجميل جدا يا علاء، لعبة ملعوبة رائعة جدا، عبد الواسع مر عرضها بشكل رائع جدا، رغم الظروف ورغم الآلام هنا يظهر علاء الصاصي بشكل رائع جدا، يضع الكرة في الزاوية الصعبة لحارس المرمى المنتخب الطاجيكي، ثاني الأهداف لمنتخب اليمن، علاء الصاصي لعبها راحت في الزاوية الصعبة جدا وبالتالي كرة بتمر الهدف الثاني للمنتخب اليمني. اليمن هنا تحضر في استاد سحيب بن